وحول انخفاض حجم الاحتياطيات الأجنبية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي، معنا عبر الأقمار الصناعية الخبير الاقتصادي الدكتور جمال المصري. أهلا وسهلا بك أستاذ جمال. يعني بداية، نحن نعلم أن الاحتياطات الأجنبية لها روافد معينة، من أهمها الميزان التجاري والحوالات، قطاع السياحة والمنح. أي هذه العوامل أثرت في هذا الانخفاض؟ شكرا أخت إسراء. يعني حقيقة هذا الموضوع بلقى كثير تركيز واهتمام من كذا شهر، وعادة يعني معظم التقارير هذه بتأخذها من باب القلق على انخفاض هذه الاحتياطيات. بداية، هذه الاحتياطيات حقيقة يعني ما هي وظيفتها؟ وظيفتها حقيقة اللي هي تلبية احتياجات المملكة من المدفوعات المختلفة، وخصوصا اللي هي مدفوعات الحكومة ومشتريات الحكومة، يعني بمعنى تسديد القروض الخارجية من فوائد وأقساط تتم من خلال هذه الاحتياطيات، بالإضافة إلى مشتريات الحكومية الأخرى. عدا ذلك، البنك المركزي دوما يلبي احتياجات البنوك إذا ما طلبت أي كميات من العملات الأجنبية لتلبية هذه المدفوعات. كثير من المدفوعات كانت في السنوات الماضية حقيقة اللي هي فاتورة المستوردات اللي كانت عالية جدا، وبالتالي يعني هذه الاحتياطيات هي وجدت حقيقة لتلبية هذه المدفوعات. أما النظرة دائما أن ينظر لهذه الاحتياطيات على أنها يجب أن تزداد باستمرار، هي تزداد حقيقة أما لأسباب حقيقية تتعلق في النشاط الاقتصادي، وبالتالي هذا يدفع البنوك لبيع حصيلتها من العملات الأجنبية التي تتأتى نتيجة اللي هي تحسن الصادرات من السلع والخدمات إلى البنك المركزي، أو عن طريق آخر اللي هو من خلال مسحوبات القروض أو المنح التي تتلقاها المملكة. يعني إذا نظرنا إلى مقدار الانخفاض وقارناه في العام الماضي بعد استثناء عوامل الإضافة من لنقل مسحوبات القروض والمنح، فسنجد بأنه انخفاض طبيعي، يعني يتناسب مع الانخفاض الذي كان في السنوات الماضية. يعني العام الماضي نذكر بأننا حصلنا على حصيلة من القروض، وكان هناك إصدار من اليورو بوند، بالإضافة إلى قيمة المنح ساهمت في هذه الزيادة، وهي زيادة حقيقة يجب أن ينظر إليها على أنها زيادة غير حقيقية. يعني ولكن بما أنه نتحدث عن موضوع المنح دكتور جمال، بما أن تحدثنا عن موضوع المنح، هل المنح المنتظرة حتى آخر العام أو في نهاية العام، لا سيما المنحة الأمريكية، ستساهم في رفع الاحتياطيات؟ من المؤكد بأنها يعني، وأعتقد أنه زيارة اللي هو وزير الخزانة الأمريكي أكد على التزام الإدارة الأمريكية بالاستمرار في تقديم المنح، فهي ستزيد يعني بالقطع، ستزيد هذه المنح، بالإضافة هناك حوالي 100 مليون من المساعدات التي تم الالتزام بها من وزراء دول الخليج بناء على اجتماع مكة، أعتقد فيه 100 مليون. لكن أعتقد في لبس موجود عند الكثيرين فيما يخص اللي هي قضية الودائع. يعني كما تعرفين هناك 1.166 مليار دولار على شكل ودائع من كل من الكويت والسعودية والإمارات، هذه وصلت أو قد وصلت في شهر تشرين أول. لكن هذه يجب أن ننوه إلى قضية بأنه هذه لن تساهم في زيادة الاحتياطيات حسابيا، هي ستزيد موجودات البنك المركزي، لكن مؤشر الاحتياطيات الذي يلقى المتابعة الواسعة لن يزيد، باعتبارها هي التزامات إلى جهات غير مقيمة. فهذا المؤشر يستثني حقيقة اللي هو ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، ويستثني أي التزامات أخرى على شكل أو ودائع أو غيرها موجودة لدى البنك المركزي. نعم. فلذلك ولكن دكتور حتى جمال بعد ورود هذه المنح فإن هذا المؤشر لن يزداد، لكن تزداد موجودات البنك المركزي،
لسبب بسيط جدا يتعلق بتعريف الاحتياطيات. الاحتياطيات يجب أن يتوفر فيها شرطان، أولا أنها ذات سيولة وهي سائلة. نعم. الشرط الآخر أن تكون تحت سيطرة اللي هو البنك المركزي. نعم. وفي هذه الحالة كونها التزامات لجهة غير مقيمة لحكومة الكويت والحكومات الأخرى فهي لا ستستثنى من إجمالي الاحتياطيات القابلة للاستخدام. نعم. إحنا دكتور جمال فيما يتعلق يتحدث عن الاحتياطيات والعملية الأجنبية القابلة للاستخدام. ما مدى ارتباط يعني طرح الحكومة مؤخرا السندات الدولارية أيضا والتي كانت بمبلغ كبير تقريبا أكثر من 700 مليون دينار دولار؟ يعني السندات الدولارية حقيقة يعني هي يمكن هو رابع إصدار في تاريخ المملكة. الآن موجود فائض من العملات الأجنبية لدى البنوك المحلية، وبالتالي ارتأت الحكومة أنها تذهب في هذا الإصدار خلال الشهر الفائت، وهي وسيلة تمويل يعني ينظر إلها عند البعض بأنها هي تمويل خارجي. نعم. هي حقيقة هي تمويل داخلي بامتياز، وبالتالي يعني هي تغنينا عن التوجه الدكتور جمال المصري الخبير الاقتصادي. لا يهم حقيقة شكرا نوع العملة لوجودك معنا في هذه النشرة، ونأسف للمقاطعة ولضيق الوقت.